السلام عليكم ورحمة الله. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بحسب وكالة أنباء فارس عن إيداع مبلغ 550 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في حساب مصرفي في سويسرا. كانت إيران وقوى غربية أبرمت اتفاقا في جنيف في نوفمبر الماضي ينص ولمدة 6 أشهر على رفع جزئي للعقوبات الغربية، كما ينص أيضا على صرف 4 مليارات و200 مليون دولار من الأصول المجمدة لإيران على 8 دفعات مقابل تعليق جزء من الأنشطة النووية الإيرانية. في العراق تراجعت صادرات النفط في يناير كانون الثاني إلى 2.25 مليون برميل يوميا، وعزى وزير النفط العراقي عبد الكريم العيب التراجع لهجمات على خط الأنابيب من حقول كركوك إلى تركيا إلى جانب أحوال جوية سيئة أضرت بصادرات النفط من موانئ الجنوب. شرعت وزارة العمل الليبية في الاستعانة بخبراء في الموارد البشرية وأصحاب أعمال من أجل إنشاء شركات لاستخدام عمال من الخارج وتنظيم سوق العمل الذي تسوده الفوضى، وتسعى الوزارة للحد من الاتجار في العمالة الوافدة والهجرة غير القانونية وتنظيم العلاقة بين العمال الوافدين والجهات المستقدمة. آلاف العمال غير المنظمين تكتظ بهم الشوارع والميادين في ليبيا في ظل ما يسمى ابتزاز سماسرة العمل غير المرخص لهم وفوضى سوق العمل، فضلا عن ضعف الحماية القانونية للعمال وعدم تحديد الأجور. يعني في واحد مثلا ما يخلصكش بحقك كله، وفي واحد يخلصك بحقك بعد ما تفهم انت هو، ومرات تفهم انت واحد مثلا على أجر معين بعد ما تخلص شغل ما يديهلكش كله، كله جاي دافع، ما حد جاي ببلاش. تعد ليبيا من أكثر أسواق العمالة في المنطقة استيعابا للعرب والأجانب، ومع تزايد أعداد العمال الوافدين تتنامى المخاوف لدى بعض الليبيين من أن تصبح الكتلة الاجتماعية الوافدة أغلبية في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 15%. أنت بتاخذ عامل بتشتغل به لا يقل عن 70-80 دينار يوم يشرط عليه، وازدحام كبير جدا 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 ضخم في البلاد. البلاد دي ما عادش تتحمل أكثر من الطاقم تاعها معناها. الوافدون المسجلون لدى وزارة العمل لا يتعدون 15,000 حسب ما يقول مسؤول الوزارة، لكنهم في الواقع أكثر من ذلك بكثير، إذ إن جلهم دخل البلاد بطريقة غير قانونية، ولذا يتعذر إحصاؤهم، لا سيما وأن ما يناهز 70% من الاقتصاد الليبي غير منظم. تحديات دفعت الوزارة إلى تنظيم القواعد الحاكمة لسوق العمل والتنسيق مع السفارات الأجنبية للحد من تدفق العمالة غير القانونية. تنسيق بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد في شركات الاستجلاب وشركات خدمات عملية تعني بالعمالة اللي موجودة تحت الكباري وموجودة في الشوارع، الآن يجب أن هي تضم في معسكرات أو في مكانات إيواء تكون صحية وتكون خاضعة للتفتيش العمالي. تتميز العمالة الوافدة بمهارتها في قطاعات الحرف اليدوية التي نادرا ما يقبل عليها المواطنون المحليون، فضلا عن أعمال البناء والتشييد وخدمات المطاعم والمزارع. يقول العمال إن كان من حق الدولة الليبية تقنين وجود الوافدين على أراضيها، فمن حقهم أيضا حرية التنقل والعمل، فهم قد يدفعون الثمن مرتين، مرة لسماسرة العمالة ومرة أخرى لو رحلوا إلى بلدانهم. محمود عبد الواحد، الجزيرة، طرابلس. إلى السعودية، حيث ارتفع إجمالي التحويلات المالية الشخصية إلى الخارج في عام 2013 بأكثر من 16% عن العام الذي سبق، وهو الأعلى خلال 20 عاما. وبحسب رصد أجرته صحيفة الاقتصادية أونلاين السعودية، تجاوز إجمالي التحويلات ما يزيد عن 60 مليار دولار، ثلثها من غير السعوديين. ويبلغ عدد العمال الأجانب في السعودية طبقا لبيانات وزارة العمل نحو 6 ملايين شخص. انتهت وقفتنا الاقتصادية، عودة من جديد إلى سلمى. السلام عليكم.